السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي صدق رسوله الرؤيا بالحق، والصلاة والسلام على سيد البشرية أجمعين الذي وصف بالرؤية الحسنة الصالحة، ووصفها بأنها جزء من أجزاء النبوة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الكرام. يكون موضوعنا حول تفسير الأحلام والرؤى. خير دكتور، لاباس عليك. ولله الحمد. تنشكرك بزاف على هذا البرنامج دكتور، لأنه أثر فينا بزاف دكتور. لا إله إلا الله، الله يحفظكم سيدي. بغيتك دكتور غير تفسر لي واحد الرؤية شفنا احنا ثلاثة ديال الناس. نعم. دابا احنا كنخدموا في واحد الشركة. نعم. وبعد الخطرات كنباتوا غير في الخلا بحال هكا. نعم. كنباتوا غير في الكاميون. نعم. احنا خدمين وكنباتوا غير في واحد الكاميون. نعم. شفنا تقريبا نفس الحلم. نعم. لحقاش كنقولوا احنا والله اعلم، لحقاش من الصباح لقينا راسنا بدنا حدا واحد المقبرة. شفنا تقريبا السيد اللي معايا شاف بلي بوه مات. نعم. وانا شفت واحد الخال ديالي ميت. نعم. شفتو بحال تلاقيت معاه في واحد البلاصه وشافني وبحال ما بغاش يتلاقى معايا، وقال وجرني وقال لي ما تقول حتى شي حد راك شفتيني. نعم. هو حي خالك؟ لا، ميت. نعم. واحد السيد اخر اللي معنا الثالث حلم بحال جايين عنده شي ناس بالسنافل. نعم. جايين عنده شي ناس بالسنافل. نعم. الله يجزاك دكتور والله يكثر خير. العفو سيدي ياسين. لا اله الا الله. اولا يعني هذه الرؤيا الاخوان هما بثلاثه خدامين، ربما شيفورات في شي كاميو، وذاك الليله ملي بتوا في المقبره، طبعا هناك منهي ان الانسان يبيت في مقبره، واذا بغى يدخل لك المضطر لابد ان يؤدي التحيه، لان المقبره هي مدينه الاموات. فلما ندخل الى المقبره نقول سلام عليكم اهل قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن اللاحقون، وندير لهم الدعاء، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولهم. وملي ندخل المقبره لابد الانسان يكون في وضعيه ديال الخشوع والاطمئنان. انتم ما ظنيتوش هذا الامر، ربما لما دخلتوا بعضياتكم وباقين شباب تكلمتوا في قضايا الدنيا، وربما كانت هناك ضحيك وكان غير ذلك، فاكيد ان المقابر هناك يتعرضون للاذى. فجت هذه الرؤى، الاول اللي شاف باه مات، واش باه كان ميت اصلا؟ لا، باه ما ميت. هذا فيه بشارة بأن والده سوف يكون عمره طويل. الأول اللي شاف بأن باه مات. نعم دكتور، غير هو دكتور. نعم. هو يخاف من ذاك النهار لا يموت باه. نعم. هو فيه الخوف هذا من واحد النهار بموضوع ديال باه غادي يموت. ولهذا الله تعالى برحمته ومنه وكرمه كيبشر بأن باه غادي يكون عمره طويل، لأن الموت في المنام هو العمر الطويل بإذن الله. وانت شفتي بأن الخال ديالك جرك وقال لك ما تقولها لتا شي حد، هو ميت. الخال ديالك راه هو كينادي عليك باش تعطيه شي حسنة في الدنيا، لأن الأموات هما انقطع عملهم، وبغاك انت قصدك انت باش تعطيه واحد الصدقة تعاون بها، وما بغي يقول لحد إلا انت. فحاول في أقرب وقت تعطي للخال ديالك صدقة ترحمه في القبر ديالو. اما هو يستغيث بك،
اما الثالث اللي شاف الناس بالسلاسل هذا السيد هذا خاصه لابد انه يحسن من الدين ديالو، لان اللي شاف الناس يعذبون في بالسلاسل وغيرها، يعني المؤمن اللي هو يقطع الواد ونشف رجليه كيشوف غير الجنه ونعيمها والخيرات، لكن لما يرى الناس يعذبون بالسلاسل هذا الشخص الثالث خاصه لابد يعاود المراجعه في الدين ديالو ويزيد ثبات في الصلاه والعباده حتى يبتعد عن اهل العذاب، حتى رؤيه الناس بالسلاسل هادو اهل العذاب. اللي كيكشف لي الله تعالى حال اهل العذاب يعني انه مفرط في دينه، خاصه هذه رساله من الرحمن وهذه كرامه له ايضا، في حديثها كرامه، خاصه لابد يصلح من الدين ديالو ويكثر من الصلاه ومن العباده حتى يبتعد عن اهل العذاب الذين يعذبون بالسلاسل. حفظك الله اخي ياسين. قسم اللي قسمته. نعم لله. وبغيت نقول لك عافاك واحد جوج الاحلام يسر عليك. ايه مرحبا. وانا بعدا دير ثالث مكالمه معكم حيت عندي الزهر هذه الايام، اللهم لك الحمد. وهذا بنتي مباركه مسعوده هذه الايام عندك الزهر، دعي معنا باش دعوتك مستجابه. محظوظه هذه الايام. الله يعاونكم ويسركم على هادشي اللي تديروا، الله يجازيكم بالخير. اللهم امين. وكاع المستمع اللي تيسمعني واللي مريض الله يشافيه. يا ربي يا كريم. والله يسر لكاع اللي عنده شي حاجه وبغاها في قلبه، الله يسر عليه. يا رحمن يا رحمن. والبنات اللي باقي ما مزوجاتش عافاك دعي معاهم. اي راه حتى انا هي تنجي مع راسي تنجي معاهم دائما. ان شاء الله دابا انت محظوظه ان شاء الله، قريبا من اللي محظوظه هذه الايام، قريبا ان شاء الله تعالى غادي يكرمك باذن الله. ان شاء الله. وكاع البنات اللي ما تجيني تدوم الحنة اسال الله العظيم ان شاء الله، الله يسر لهم هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم، الازواج الصالح ان شاء الله. يا رب يا كريم. ذريه صالحه. يا ودوك الزوجات اللي مخاصمين مع ازواجهم راهم مزوجين ولكن مساكن في عذاب. حتى هما الله يفرج عليهم ويتصالحوا مع الازواج تاعهم ويجيهم الله، الله يجي الزوجات على الازواج والله يجي الازواج على الزوجات ان شاء الله. يا رب يا كريم. الله يحن عليهم ويفرج عليهم ان شاء الله، ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومساكن دوك اللي باقي ما ولدوش تزوجوا وهذه سنوات كينتظروا المولود باقي ما جاهمش، شي دعوه ليهم ايضا. صراح العاقرات. يا ربي يا كريم. صراح اللي حاملات وبيولدوا ان شاء الله، الله يطلق صراحه ان شاء الله الرحمن الرحيم ويفقوا حيلهم على خير. وشي شابات هما طيبات ولكن باقي ما دارش الحجاب. بغينا شي دعوه منك لهم. ايوا استاذ تاهما الله يجيهم، بغيت الله يجيهم الطريق القريم الى جنه النعيم ان شاء الله الرحمن الرحيم. يا رب. يجي ليلة تاهما كاع الدراري اللي تيجيهم مخدرات واللي ما عارفينش بينهم وبين الله، الله يجيهم ان شاء الله الرحمن الرحيم ويقراوا غير القران، غير القران يقراوا، راه الله غادي يجيهم ويذكروا ويصلوا غير على النبي، راه الله سبحانه وتعالى غادي يحبهم ويصيفتهم جهتهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشي وليدات ما كيسولوش على والديهم، ما عندهمش البر بالوالدين، شي دعوه ليهم ايضا باش ربي يهديهم في الطريق المستقيم. البر بالوالدين انا حشومه ما تنبغيش هذه الكلمه كاع تاع حقوق الوالدين تنطلب من البنات ومن الدراري اللي بعادين على الوالدين تاع عمر، هذوك الوالدين ماشي هما راه طاحوا من السما، راه ديك الام راه 9 شهور وهي مسكينه حامله فيه حتى تتزع وحطاتو والاب تاعو تا وكبروا وخدام وتيجيب المصروف، حشومه اننا نخليهم بوحدهم في الدار وما نسولو عليهم ما نسقسوش عليهم، حشومه واخا ينطلعو عليهم واخا نربطو عليهم دكتور واخا القليل من داكشي اللي داروا لنا من نهار تخلقينا حتى كبرنا، حيت راه واخا كبرنا دائما تيرجيو علينا وحشومه اننا نمشيو نخليهم. فاطمه الزهراء ان شاء الله شي دعوه لهذوك العروسات اللي مخاصمات مع العكوزات ديالهم. والعكوزه غضبانه في بيت والعروسه في بيت والعريس اللي هو بين مو بين مراته، شي دعوه لهم باش ربي يجمع الشمل. العكوزه خصنا ما نسميوها، انا بعدا ما تنحمل هذه الكلمه تاعت العكوزه، خصنا ما نسميوهاش العكوزه، خصنا نسميوها بحال الام الثانيه. كاينه ام اللي تعذبت علينا ولداتنا وربتنا احسن تربيه، راه بس ومشينا عند واحد الام تاعي بينا سكنوا عندها اللي ولدت لينا العريس، ولدت لنا العريس ديالها. نعم غادي نسميوها ام حتى هي نعيطوا على الام، والله يجي العريسه تاع العكيزه تاعهم ويعتبروهم انهم راه ام، واخا تيتقلقوا معاهم راه حين تاهما راه والدين ولاد، وما بغاش تجي شي عروسه وتجي الولد تاعها وتغرب، راه مسكينه تعذبت على ذاك الولد. ما شاء الله. لا فاطمه الزهراء دعوتك مستجابه وانت محظوظه في الايام، بغينا شي دعوه لبلادنا بالامن والاستقرار والرخاء والمزيد من التالق ان شاء الله. راه بلادنا الحمد لله والشكر لله فيها امن. انا يا تنتمنى من الله عز وجل يعطي لهاد البلاد العز ويعطيها الهدايه ان شاء الله من عنده،
ويفرج علينا وكاع الناس اللي خدامين في الامن البوليس هما مساكنه تيتعذبوا. الله يجازيهم بالخير والله يجزيهم على خدمتهم والله يحفظ لينا ملكنا محمد السادس. امين يا ربي يا كريم. امين يا ربي. إلى فاطمة مرحبا بك وحنا سعداء بهذه المكالمة ديالك. بارك الله فيك. دابا انا راه تنحسب راسي راه من البرنامج راه وليت. لا 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 هذا البرنامج راه ماشي ديال الاذاعه راه ديالكم انتم، هذا البرنامج لكم انتم والحمد لله. دابا انت صديقه وفيه للبرنامج وحنا فرحانين باي اتصال اي مكالمه. نكون اسره واحده الغايه اننا نتقرب الى الله تعالى زلفى وتكون بيناتنا المحبه والابتهاج والبسمه والعلاقات الوديه الحميميه تكون مباركه باذن الله. الحمد لله. راه عرفتي فاش ندوز الخط تنصلي على النبي تنصلي على النبي تسد لي اللهم لك الحمد. لا اله الا الله. راه اللي بغى شي حاجه يكثر من الصلاه على النبي وغتجي غتجي، لان الصلاه على النبي مفتاح من مفاتيح الفرج. الحمد لله استاذ ربي تيستجب لي فاش نبغي الله سبحانه وتعالى وتنطلبه اللهم لك الحمد. توقف معايا وتيبي لي الطريق الصحيحه من الطريق الخطا وكتما استغفر الله سبحانه وتعالى يبين لي بان الطريق الصحيحه هي اللهم لك الحمد. ودابا انت هذا الكلام اللي قلتي كلام طيب وكلام جميل وانت باقا غير متزوجه، شحال من واحد دابا كيتستمع كيقول يا ربي ترزقني شي زوجه بحال السيده هذه. يا ربي ان شاء الله. الله يفرحك يا ربي يا كريم باش كتمني. امين يا رب العالمين. يلا نبداو بالرؤى ديالك. نقول الحلم تاعي يا دكتور. هي مرحبا لالا تفضلي. هادي واحد 15 يوم حلمت واحد الحلمه. نعم. حلمت بيت في واحد السويقه وبيت نشري واحد السبرجيله. نعم. وفاش مشيت عند داك مول السبرجيله تعجبتني واحد السبرجيله، وهاد السبرجيله هادو توع الدراري ماشي توع البنات. نعم. وديك السبرجيله هزيتها وتنشوفها تنقلبها بحال هكا وهي فيها الزرق وفيها الابيض. نعم. وقلت ليه خليها ليا راني راجعه. نعم. يخليها عندك عادي نجيب واحد الدويره عند ماني الحمات وراني راجعه عندك هنايا. نعم. صافي مشيت تنشوف عند ماني الحوانت ما عجبونيش دوك السبرجيلات اللي عند داك ماني الحوانت، وانا نقول الام تاعي كانت معايا الام تاعي. نعم. قلت لها راه غادي نرجعوا عند داك الاول راه عجبتني عنده ديك السبرجيله. نعم. يلا رجعنا عنده وانا نقول له عافاك عطيني ديك السبرجيله راه بغيت نديها. نعم. ويقول لي راه نسيتك بعدا واش قلت لي بغيتيها راه. نعم. جات واحد المراه وداتها. نعم. راه بعتها ليها جات وداتها وانا. نعم. نقول لها صافي ماشي مشكل انا راه قلت لك خليها ليا. ويقول لي. نعم. لا والله ما سمعتكش ونسيت واش قلتي لي جات ديك المراه جاتها صافي وانا نعطيها ليها. لالا فاطمة الزهراء كنتي واضعه في الذهن ديالك شي مشروع زواج مع شي شاب معين ومن بعد مشى. هاد الايام ما عرفتش. هاد الايام من قبل يمكن. لان هذا الرؤيه كتبين السبرجيله ديال الدراري كذا كتبين بان مشروع شاب اللي كتمنى يكون من الزوج ديالك وكان فاضل ولكن ما مكتبش، اللي مكتب هو اللي غيجيت له بين يديك. فشحال العمر ديك لاله فاطمه الزهراء؟ 24 سنه ان شاء الله. 24 سنه اكيد انك كنتي واضعه في الذهن ديالك شي مشروع ديال شي شاب كنتي كتمناه ولكن مشى. هذا الرؤيه كيبغي يقول لك الله تعالى ما تحاوليش انك تأسفي على اللي مشات، لا مشات راه كاين اللي جاي في خير كثير باذن الله. والرؤيا ملي شفتي ان الام ديالك معاك في الرؤيا بين انك انت مرضيه الوالدين، واللي مرضي الوالدين عمره ما غادي يخيب باذن الله تعالى. فانت باقا صغيره 24 سنه والتجارب اللي جايه في المستقبل غتكون فيها ارفع واخير واعظم من الذي مضى. نعم لالا فاطمة الزهراء. وواحد الحلمه عاوتاني عفاك. نعم. حلمت قطعت شعري. نعم. حلمت هادي واحد 3 ايام ما عرفتهاش شناهي. قطع الشعر هذا خصك لالا فاطمة الزهراء خصك تصدقي واحد الصدقه على الفقراء والمساكين او انك تصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطع الشعر يعني كتكون شي ناس مع بينك وبينهم علاقه طيبه ولكن من بعد غتنقاضي ديك العلاقه. العلاقه غتنقطع بشكل غير مفرح، فلهذا هذه راه جايه في الطريق. انت حاولي ما امكن انك تصدي لها باخراج صدقات على الفقراء والمساكين، واذا ما عندك شيء تصلين على رسول الله على الاقل 10 مرات وربي يحفظك من اي حاجه. واش زعما شي حد بنقطع معاه صله الرحيم؟ ربما شي علاقه تقدر يكون من الاقارب، يقدر يكون مثلا شي من الجيران من المعارف، شي حاجه اللي غتوقع بحال شي حاجه. قطع الشعر هي معناها قطع صله مع قوم معينين، كتربطك بهم شي علاقه معينه وغتقطع
حيت الشعر معناه الوصال في النسيج ديال الحركه العلاقات الاجتماعيه. ملي كنقطعوا الشعر كنقطعوا الصله مع الاخرين لخصام لا قدر الله او دا. فانت باش ربي يحفظك تصدقي واكثري من الذكر تسبيح او تكبير، وخصوصا الصلاه على رسول الله، وربي غادي يحفظك من اي مصيبه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب. والحمد لله وشكر الله على كل حال. وهذا هو المؤمن، المؤمن إذا أعطى الله الخير كيقول الحمد لله، ولا أعطى الله ابتلاء كيقول الحمد لله، لأن لابد غنمروا بالابتلاء. كل واحد منا رئيس أو مرؤوس، كبير شانه أو صغر شانه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ديما الإنسان فرحان، جات الخير مرحبا، تقرصت الحمد لله على كل حال. نعم لالا فاطمة الزهراء، ربما انقطع الخط. سي طيب لاباس عليك؟ ولله الحمد لله. كل شيء بخير؟ اكرمك الله. الحمد لله، كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. اعزك الله. كنا مستافدين منك، كنا مستافدين منك من الدين والحياة. نعم لالا. ودابا زدنا استافدنا أكثر وأكثر. الله يكبر بك لالا. الله يكثر خيركم ويكثر خير ميد راديو والزملاء ديالك اللي خدامين فيها والناس كاملين اللي مشرفين على هذا البرنامج. امين يا رب يا كريم. وواحد جوج سيمانات ما تصنتش ليه بحال ناقصاني شي حاجه. لا اله الا الله، الله يحفظك لاله، الله يزيدك نور على نور. الله يبارك فيك. سي طيب، عندي جوج احلام. نعم. وعندي واحد المهم تجربه عشتها انا. نعم. بغيت نعاودها لك. مرحبا. اش نطبقوا الاحلام ولا التجربه؟ نبداو بالتجربه. واخا. طيب. نعم. كنت سيدي كان مات خويا الله يرحمه ويسع ليه فهاد النهار، مات عزري. الله يرحمه يا رب يا كريم. المهم تعصبت شويه، من بعد منه ب 10 شهور توفات الوالده. الله اكبر. الله يرحمه من جميع الامه الاسلاميه. لا اله الا الله. المهم خرجت لي واحد الولفيسه في عنقي. نعم. خرجت لي ديك الولفيسه بالبيضه. نعم. تخرجت لي وليت كنتعصب، عمقي كيحرقني. وهذه جاتها من العصب، ربما انت تاثرتي تاثير شديد، خوك عزري مات والوالده ربما دات الغمه ديالو في قلبها، وانت شفتي هذا الشيء متتابع والعصب خرج لك وسيسه. خرجت لي ديك الولفيسه. نعم. المهم مشيت درت تحاليل، درت راديو، اجدوا لي من حشق واحد البره ديال القيح. نعم. عطوني رانديفو باش صافي غنمشي نفتح. نعم. كان ديك الساعه غادي يدخل شعبان. نعم. ورمضان، ورمضان شهر نفتح، عطوني ثلاث شهور. نعم. تلاقيت مع واحد السيده هكا ما كنعرفها ما تعرفني. نعم. غير هكا تنهضروا، كتبيع هي شي ثواب، ثواب شويه غاليين ديال الصاري راك عرفتي. المهم انا نعاود. نعم. لك القصه بالتفاصيل. نعم. قالت لي خذي لك شي واحد، لقينا عند واحد السيده كنعرفها. قالت لي خذي لك شي واحد، قلت لها ودي ما نقدرش. قالت لي دابا مزيه وهذا ما نقدرش. قالت لي وغير خذي وكل مره عطيني شويه مادام الحاجه كتعرفك ماشي مشكل. قالت لي ودي راه الله عمرها دار وصافا مزيان. قلت لها شوفي انا تبعني واحد العمليه وبين الموت والحياه. نعم. وما نقدرش ناخذ هاد الثوب الا مت نمشي نقلد عبيد. نعم. وهي تقول لي ديالاش العمليه؟ هذه السيده مولات الثواب. قلت لها عندي راه عندي واحد الولفيسه والنهار اللي لها عمقي. قلت لها ها هي راه دابا راه دوزت درت تحاليل وهادي وراه صافي. قالوا لي غتفتحي. وهي تقول لي والتحاليل كيخرجوا؟ قلت لها التحاليل خرجوا الحمد لله مزيانين ما فيهم حتى شي حاجه خايبه. وهي تقول لي كتصوي؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي واجي معايا. ايه. المهم دارتي قريبه هاد السيده كتبيع وتشري اللي كنا عندها. قالت لي اجي معايا. طلعت معاها لدارها، عطاتني قرعة صغيرة ديال ماء زمزم. نعم. وعطاتني واحد الدعاء. نعم. قالت لي في الليل تتسالي الصلاة كاملة تبغي تنعسي وديري جوج ركعات. نعم. وهاد الماء شربي منه جغيمة ودهني واحد شوية على ديك الولتيسة. نعم. قالت لي غي توابدي على هادشي وإن شاء الله بإذن الله غيكون الخير. نعم. جبت ديك المية وقالت لي لا سالي لك ماء زمزم هاد الدار عرفتيها. جيت جبت ديك الميه دوك الدعاء واخا انا ماشي ما قارياش كاع تقريبا حفظاتني غير ثلاثه الكلمات انا نقولهم لك من بعد. ايه. جيت بقيت كان فعلا كما قالت لي المراه درت ومع تلاقات مع شعبان ورمضان كنزيد كنلح على الله سبحانه وتعالى وكنبقى نبكي وكنزيد
كنطلب الله يشافيني وليداتي صغار وهذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم ما حد رمضان غادي كيدوز وديك ديك الولتيفه كتصرف. سبحان الله العظيم. ما حد رمضان كيدوز والولتيفه كتصرف. داز رمضان بقات لي شي يومين لفتيح. نعم. رانديف. نعم. عيطت لختي جات باش تجلس مع ولادي. مشيت انا عند الطبيب. الطبيب كيقلب لي فيها ما مصدقش. سبحان الله. سبحان الله. كيشوف الراديو والتحاليل وكيشوف يقلب لي الولتيفه مش عيط الماجور. كيقولوا لي هاني قال لك اشنو درتي؟ انا بيني وبينك ما قلت لهم درت حتى شي حاجه. كيفاش يلا عطي الاطباء ما المهم قلبوا لي قال لي غتمشي تعاودي دير الراديو. ديك الساعه داوني مشي درت الراديو. قال لي الماجور هاني قال لك ابنتي بحال عمرت شي حاجه ما كانت. سبحان الله العظيم. اللي يدير يدير يقينوا في الله. ما شاء الله. وليت وكل على الله. لا اله الا الله. عرفتي اختي ام محمد اللي عالجك شكون اللي عالجك؟ عالجك ايمانك بالله تعالى وثقتك بالله هي اللي عالجتك. لا الحمد لله. والدعاء انا نقولهم لك. اي هلا لا. اللهم اني ارزقني اللهم ارزقني رزقا واسعا وعلم نافع وشفاء من كل داء. نعم هذا هو الدعاء اللي كنقولوا عند شرب ماء زمزم. قال عبد الله بن عباس عند شرب الماء تنوي ما تشاء وقل اللهم ارزقني رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم. ماء زمزم لما شرب له ملي كيبغي يشربوا الانسان كيقول هذه الكلمات اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم وربي كيجيب الشفاء من عنده. وانا رايتها بام عيني في الحج مشاو معنا رجال كبار في السن هازين داير العكاكز وركابيهم خاويين عندهم 60 عام 65 عام وملي بغاو يطوفوا ما قدروش يطوفوا دايرين كرسي متحرك وملي داروا هذه الوصيه بقاو كيشربوا ماء زمزم في كل مره كيقولوا هذه الكلمات ويدهنون بماء زمزم مكان الداء. سبحان الله العظيم ملي رجعنا من الديار المقدسه دوك الرجال كبار ولاو بحال الشباب كيجريو حتى ان واحد فيهم شافوا ولادو كيتسناو فيه جايبين الطوموبيل الكبيره باش يهزوا به كرسي متحرك جاي كيجري امامهم بكاو وسجدوا لله تعالى كرامه من الكرامات. قلت لهم السيد هذا اللي عالجوا ايمانه بالله وثقته في الله وطبعا ماء زمزم ماء رباني ماء في اسرار الهيه زاده نور على نور الحمد لله. الحمد لله لا يحرمنا ويحرم من هو مسلم يا رب يا كريم. يا سيدي الماء اللي ايه؟ عندي الفيلم الاول. نعم. كان واحد المشكل عائلي المهم مشكل عند خوتي. نعم. في مكان ما سكن جيت بغيت نعس الليل درت واحد الدعاء المهم بحال الغد لي غادي نمشيو عند المحاميه. نعم. درت واحد الدعاء. نعم. طلبت الله سبحانه وتعالى ونعس. نعم. ملي نعس كنشوف خير وسلام بحال الملك ملك محمد. نعم. تو. نعم. وحداه الامير مولاي الحسن وحداه مولاي رشيد. نعم. نعم. قول مع راسي انا كنهضر معاه وكنقول مع راسي سبحان الله يمكن تجيني الخلعه يمكن ما نقدرش نهضر معاه يمكن. نعم. ولكن انا دابا كنهضر معاه وانا مرتاحه الحمد لله. الحمد لله. المهم حلمت هذا الحلم ضرباتني الفيقه لقيتها جوج ونص ديال الليل. نعم. عاود رجعت نعس كنشوف خير وسلام بحال انا وراجلي بجنب البحر. نعم. ليله وحده جوج حلمات. اييه. بحال انا وراجلي بجنب البحر. نعم. لقينا واحد الولد غتكون عنده ديك 22 24 عام. نعم. جالس على كرسي قلنا ليه اش كدير هنا؟ نعم. قول لنا ما عرفتوش اش كندير هنا جلسوا معايا وغتشوفوا اش كندير. نعم. جلسنا معاه وقول لنا جالس هنا كنشوف القدره الالهيه كنشوف. نعم. الشمس كيفاش كتطلع وكيفاش كتغرب. نعم. جلسنا معاه كنشوفوا الشمس غادا غاربه ديك الحموريه ديال الشمس اللي كتكون نازله في البحر. نعم. كيبان غير النص ديال الشمس قال لنا واحد ايوا كيفاش غتمشي بقينا جالسين معاه هبطت ديك الشمس ملي هبطت ديك الشمس ويقول لنا ودورو دابا كيفاش غيطلع القمر بحال درنا القبله. نعم. طلع ذاك القمر مشعشع. نعم. ذاك
خصو السيد الدكتور اللي كيكون دايرين في المناسبات مشعشع بزاف. سبحان الله العظيم. المهم ملي طلع داك القمر هكاك هو يقول لنا وشوفوا شنو غادي يكون في اش غايبان لكم في القمر. نعم. وانا نقز وانا نقول ليه واش غادي يبان محمد الخامس، حيت انا كنسمع بلي راه محمد الخامس كانوا شافوه في القمر. نعم. قلت ليه واش غايبان محمد الخامس، هو يقول لي لا وتسناي. بقينا حاضرين القمر، هو يبان فيه راجل. نعم. الوسط وجوج عيالات، وحده في هذا الجنب وحده في هذا الجنب. نعم. العيالات الوجه ديالهم ما مكشوفش، المهم راه عيالات ولكن الحروف ديالهم ما باينينش. نعم. وانا نقول ليه شكون هذا، وداك الراجل ضاحك وديك الابتسامه عنده زينه، وانا نقول ليه شكون هذا، قال لي ما عرفتيه، قلت ليه لا، هو يقول لي هذاك راه الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قلت ليه وهذوك العيالات اللي حداه، قال لي هذيك امنا عائشه امنا خديجه. لا اله الا الله. رضي الله عنهم. المهم ضرباتني الفيقه، ملي نط نعم. انا مرتاحه قد ما كنت انا خايفه. نعم. قد ما كنت مرتاحه والحمد لله كل شيء داز بخير. داز بخير فعلا. هذه الرؤى فيها انت كان عندكم مشكل عائلي، كانت المحكمه، كنت غتمشوا عند المحاميه، درتي الدعاء ونعستي، ربي يطمنك. رؤيه الملك السلطان والحاشيه ديالو في المنام، يعني كيعطي الله تعالى اللي شاف هذه الرؤيه كيعطي الله تعالى السلطه، وكيعطي الله القدره، وكيعطي الله الثبات، كيعطي الله تعالى القبول بين الخلق. اما البحر هو مخزن، شتتم البحر، والبحر هو اذا كان متلاطم الامواج راه خطوره، اذا كان هادئ فراحه وسكينه. انتم شتوا البحر والشاب 22 سنه وكيتامل في مظاهر القدره الالهيه، كله خير في خير. ملي شفتي الشمس والقمر والرسول صلى الله عليه وسلم يظهر، بمعنى هذا حاشا وكلا ان الله تعالى يضرك، هذيك القضيه غدوز بسلام وامن وفي المصلحه ديالكم باذن الله تعالى. وفيها بشارة لك ايضا يا ام محمد بان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بشارة لصاحبها بصدق التدين، بشارة له بان عقيدته سليمه وان تدينه صحيح وانه على الطريق المستقيم. الله يبارك ليك ووفقك ويزيدك نور على نور يا رحمن يا رحيم. حلمت هاد الايامات شي شهر دابا ولا شي جوج سيمانات بحال هكاك. نعم. حلمت راسي بحال راجلي، بحال انا مجوجه. اييه. عندي 30 عام في عمري، بدا نقول لك تبارك الله، الله يكمل لك الرجاء. الحمد لله. وحلمت راسي واحد النهار كنقلب على راجلي، زعما مدر لي بحال ما كنقلب عليه. هو مو مدرش لك في اليقظه في الواقع. لا هو معايا ديما. نعم. ومشكله حلمت بحال شي جامع كيطليوني. اييه. وداك النار بحال اللي خرج ليا شي واحد من هذاك داك الناس هز جنوية فيه. نعم. هز جنوية فيه وهو بغى يضربني. نعم. وانا بحال الله سبحانه وتعالى عطاني الشجاعة وشدت ليا هذيك الجنوية وقربتها ليه. نعم. وخرج ليا واحد الراجل بالحيث مو داك الناس اللي كيصلي وحده داك الشامع. نعم. خرج لي عندي قال لي يا بنتي انت يا ربي حاضيك فيا، بحال قال لي زعما راه ربي معاك فيا. نعم. نعم. ولين داك الراجل ما كنعرفوش، يعني خرج من حيث ما عمري ما شفتو. نعم. والحلم الثاني. نعم. كنت حلمت الوالد ديالي شحال هذه مع الله يرحمه مسكين، هو ميت. الله يرحمه يا رب. كنت حلمته وقال لي في البيت الدار ديالنا، حلمت كيقول لي اعطيني ناكل. نعم. خطف لي الماكله من يديا. نعم. قال لي راه فيا الجوع. اييه. والحلم الثالث كنت ديما كنحلم، انا ديما كنحلم بلا راسي خويا كيجري عليا. نعم. ديما كنحلمها. ما شاء الله. وزعما كيشري الله كنطير، كنولي طايره وما كيشدنيش خويا. سبحان الله العظيم. كنت ديما كنحلم راسي طايره، يعني ما كيشدونيش واخا كيجري عليا وهذا ما كيشدونيش، كنحلم راسي غادي طايره في العالم كامل. سبحان الله العظيم. هذه ليلة سعاد، هذه رؤى عمومها طيبة. أول حاجة راجلك اللي مضر لك، ربما أنك بعض المرات ما كيحققلكش المراد ديالك، مرة كيغيب، مرة ما كيعطيش حقك الكامل داخل، كتحسب بأنه حاضر وغيب. أنت محتاجة إلى المزيد من العطف ومن العناية والاهتمام. فكوني مطمئنة بأن هذا الزوج ديالك راه رجل ديال الخير، لان ارتباطا به شفتي الجامع والناس كيصليو،
هذا الرجل ديالك غير ديري فيه الثقه. هو كيصلي نعم. الله عمر هذا ديري فيه الثقه راه الحمد لله ملي بان لك هو بعد شي مشاكل كيوقعوا ليه ما تيبغيش يعاودهم ليه وتبقى مقلقه عليه. نعم ولهذا ملي شتي ذاك الراجل هز السكين وبغى يأذيك هذاك هو الوسواس ديالك. الوسواس ديالك كيبقى دائما كيسول لك علاش وماله هو لا هو المسكين اللي عارف ربما ظروف العمل صعيبه ربما ما بغاش يصدع لك راسك بالمشاكل ديالو حتى الرجل الناجح والمثالي هو ملي كيدخل الدار كينسى الهم ديال الخدمه وديال صحابه وغيرهم كيدخل الدار كيعيش حياه طيبه عاديه لكن كاين بعض الرجال ملي كيدخل كيقول لمراته المشاكل كل اللي عنده يعاود يحكيها ليها ويدمر نفسيتها فرجل ديالك هو ما تيبغيش يقول لي خلي داك الشيء ما بقاش مرضك معايا. نعم فداك اللي شتي انت خرجوا الجنويه هذاك الوسواس ديالك ما تبقاش تسمعي ليه والرجل الثاني اللي كبير ولحيته بيضاء وقال لك الله حاضيك هذاك ايمانك الحمد لله تعالى ويقينك ما تخافيش راه ربي حافظك بالايمان ديالك احذري فقط الوسواس. اسمح لي لقطعتك ديما الحمد لله ملي تنحس راسي وقع في شي مشكل تنقول الحمد لله عليا يعني مر ليا ولدي مر ليا بنتي تنقول ديما الحمد لله عندما تنحس براسي ان الله معايا الحمد لله ربي غادي يحفظك ويرعاك باذن الله. انا حامد الله وشاكر على هذا الاحساس اللي عندي الحمد لله. فهذه وصيه للزوج ديالك بانه راه رجل فاضل ما تسمعش الوسواس وانت راه في وضعيه طيبه. لكن الرؤيه الثانيه للوالد ديالك اللي هو ميت وقال لك اعطيني ناكل فيه الجوع راه محتاج للصدقة حاولي ما أمكن أنك تخرج عليه أكبر قدر ممكن من الصدقات قد يكون هو في وضعية مريحة عند الله لكن الأموات كيشوفوا مقامات في الجنة. حيت هو سمح لي لقطعتك الدكتور كريمات كان هو الله يرحمه وسع عليه كان فقيه كيسبب للناس كان كيدير داك الشيء بحال ديال يعني كيقرا لهم الخط يقول لهم أشنو غيوقع لكم لا اله الا الله. وانا ديما في الصلاه ديالي تندعي ليه بالمغفره وداك الشيء ولكن ديما تنحس بان الوالد الله يرحمه مسكين تنحس بلا راه ما مرتاحش. لا اله الا الله. ديما لا اله الا الله دابا الان راه هو محتاج ليك قصدك انت يا بنتو عارف قوه الايمان اللي عطاك الله تعالى وانت يا الثمره ديالو هو اللي ولدك ورباك وربي اللي هداه ليك. أو فخص لابد تعطيك أكثر ما يمكن من الصدقات تصدق عليه بالمال عند الفقراء والمساكين طيب طعام أحسن الصدقة الإطعام مهم أكثر من النقود. إذا علاش تصدق عليه بالذكر هناك الصدقة بالمال الصدقة بالإطعام وهناك الصدقة بالذكر في كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطتك الشوك والعظم عن الطريق صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة وإرشادك الضال والمستدل في أرض الضلال صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إنسان يكثر من الأعمال البر وينويها صدقات إما ذكر وإما أعمال البر. إنسان ما عندوش الفلوس يمشي يتعاون بيده مع الجيران يجفف الدروج يتسخر لهذا يعطي لهذا وينويها صدقة وغتوصل باذن الله تعالى وغادي يوقف عليك الوالد فرحان. عايشه مع ناسي أيه؟ ديما زعما تنبغي نعاون عدو السي ولا شي حاجه وكاينه مرت لشده تنقول انا الا درت شي حاجه غنديرها في سبيل الله. لا اله الا الله. ديما عندي هذا الاحساس كنقول انا الا درت شي حاجه غنديرها الله سبحانه وتعالى ما غنديرهاش الناس انهم غيقولوا لي لا ما مزيانه ولا ما مزيانش غندير الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. هنيئا لك دابا كملي على الطريق ديالك راه هذه فيها وكتشوفي بان اخوك كيجري عليك والجنيه يعني انت باين بان العلاقه العائليه متوتره قليلا عندك ظروف صعبه وسط العائله لكن انت كتحلمي بانك دائما طايره الطائر اللي كيحلم بانه طاير في المنام مقامه رفيع عند الله ما يصيبه حتى شي سوء الطيران في المنام رفعه القدر عند الله تعالى وسبحان الله في الجنه الله تعالى غادي يعطينا الطيران ما عندناش أزمة مرور أو أزمة نقل أو أزمة سيارات وحافلات لا في الجنة غادي يكون إن شاء الله تعالى كل واحد منا عنده القدرة على الطيران حتى قال الله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لحم طير العلماء قالوا ماشي هو الدجاج الطيور لا حتى الأنعام من بقر وضأن ومعز وجمال وغير ذلك كله يطير فهذه كرامة اللي كيطير في السماء بدون أن يصاب بخوف أو خايف أنه يسقط
معنى أن مقامه رفيع عند الله. لالا سعاد الله يحفظك والله يرعاك والله يجمع الشمل ديالك والوليد الله يرحمه الله يوسع عليه الرحمات الله يغفر لنا وله ولجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، باعد بيننا يا ربنا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. جميع أموات المسلمين هم الآن في القبور ديالهم يستغيثون يطلبون الرحمات. اللهم ارحمهم رحمة واسعة، ارحم والدينا وأجدادنا وأحبابنا وكل من له الحق علينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الآخر كان لقيني دكتور الله يجزاك بخير، بغيت نقولهم لك حاجة ديال راني قلت السيد المخرج غير وحدة ولكني راني تفكرت واحد اخر. واخا يجازيك لا يمكن الله يجازيك بخير. يا مرحبا مرحبا سي محمد، حنا في الخدمة ديالكم اسيدي. قلت لك السي دكتور نعم كنحلم هكذايا حد المرة حلمت حد الواد هابط هكذايا عندك الواد كيهبط الماء بجاي نعم وشمشي وشوية وحلمت حد الفردة ديال الصباط لقيتها وحد الفردة الصباط ما لقيتهاش دوز حد المدة وانا كنلقى الفردة الصباط الثانية نعم والاخ ديالي انه نقول له الخلالة تقول لي هذه ولا نزيدك الثانية اي لا قولها الاخ ديالي حلم الحنوشة نعم الحنوشه كيدوزوا فوق من النوم الاخر وكيدوزوا من تحت مني انايا نعم هذه ديما هذه الحلامه وكتطبب هذه الحلامه عليه بزاف ما شاء الله الله يحفظ يا ربي كريم جزاك الله انا حلمت راه الله يرحمك الوالد وراني نعيق عليك لا مرحبا يعني كنحلم راسي كندابز مع الوالد ديالي ديما بزاف كندابز مع الوالد حتى بقيت كنقولها للوالد ديالي كنقول له كنحلم راسي كندابز انا وياك ما شاء الله وي جزاك بخير وانت كي داير علاقتك مع الوالد لا الحمد لله الحمد لله انا بعيد عليه وكذا وديما رضا ديما الحمد لله والله اعلم لا اله الا الله شنو نقول لك لا اله الا الله ماشي بخير والله اعلم لا اله الا الله سي محمد انا والله اللي كيعلم ما بالقلوب يا خويا يا خويا الله يجاوبني الله يجازيك سي محمد انت مزوج مزوج كتزور الوالد مره كنزور ملي كتواجب الدنوره فراني كنزور كتهلا فيه شويه بشي كفيفه فشي بركه اش نقول لك ملي كنا عزايرة راه كنا الحمد لله ما كنخلي له تاخير ودابا يسرى مدار مع الوقت ما شاء الله يا سيدي محمد على كل حال الواد اللي شفتي هابط والما كيجري هذاك المشاكل ديال الواد والجريان الحياه غاديه بواحد الايقاع سريع جريع عليا جريع عليك جريع عليا جريع عليك انت مضارب مع الزمان فرده ديال الصباط ما لقيتيهاش والفرده الثانيه عاد لقيتيها من بعد معنا خويا سيدي محمد حافظ على صلة الرحيم مع الاقارب والعائله الفرده ديال الصباط الحداء عموما هو صلة الرحيم العلاقات مع الاقارب مره ربما انسان كينسى في خضم هذه الانشغالات ديال الحياه والتعب وكذا ما كيزورش العائله ولكن ملي لقيتي الفرده الثانيه الله تعالى غيجمع الشمل ديالك فيها معنى جمع الشمل كان الشمل مفرق جمع الشمل مع الزوجه مع العائله ومع الاحباب الله يجازيك بخير يا دكتور والرؤيه الثانيه خوك يشوف الحنوشه كيدوزوا فوق منه وانت من تحت منك الحنوشه هما اعداء الله يحفظنا واياكم هادو شي اعداء شي اعداء ولكن ما كيأديوش لانك انت محفوظ بحفظ الله كيدوز حداك الحنوشه وما كيأديكش معنى انك انت رجل مبارك انت والاخ ديالك محفوظين بحفظ الله تعالى حتى حاجه ما غتضركم قد يكون هؤلاء الاعداء من الناس في العمال ناس في المقربين الله اعلم بهم المهم ربي حافظك وراعيك ما تخافش الله يجازيك بخير يا دكتور مدابز مع الوالد زيد تهلا في الوالد معنى انك مدابز توياه الوالد عمره ما غادي يقول لك اولدي شي كلمه ناقصه ديما هو فرحان بك دائما ولكن الا زدتي كرمتي الوالد اكثر وتهليتي فيه ماديا واخا انت ما عندك شيء عرف بان الخير غادي يفيض عليك لان الرزق ديال الانسان راه موجود ولكن محجوب بطاعه الوالدين سبحان الله العظيم اللي بغى الرزق ديالو يفيض عليه يتهلا في والديه وربي كيفتح ليه ابواب الرزق فانت سي محمد بين لي بانك مضارب مع الزمان وربي قال لك هذه الرؤيه بغى يفيض عليك الخير بغى يجلب لك رزق اخر ولكن ذاك الرزق مشروط بانك تزيد تهلا في الوالد راهو فرحان بك ولكن مازال ما شبعانش منك بغى منك المزيد من العطاء وربي غادي يكرمك ويفتح لك ابواب التيسير
الله يجازيك بخير دكتور. عزك الله سيدي محمد، الله يحفظك ويرعاك، الله ينورك على هذا البرنامج. الله يعزك لالا. الله يسلمك، الله يخليك. واحد المطعم غادي شي عام. اييه. شفت راسي كنقرا صورة الكهف. اييه. وصنع لي البورطاب باش نوض الله يفجر الله يقبل. اييه. كنوض قبل من الرجل شي ساعة باش كنقرا الله يقبل. نعم. ملي صنع لي البورطاب لقيت راسي مازال سايرة في الصورة. اييه. وصافي. ملي فقتي حلمتي بأنك مازال كتقراي. ساعة فاش صنع لي البورطاب لقيت راسي مازال مكملة في الصورة كنقرا. لا إله إلا الله. وهذه كرامة، الذي يقرأ القرآن الكريم في المنام بمعنى أن إيمانه صحيح وعنده الله تعالى يتقبل منه عمله. من علامات قبول العمل أنت دير البورطابل بغى تفيق الفجر كتقرأ سورة الكاف، ربي غادي يحفظك. لكن ما دلالات سورة الكاف؟ الكاف هو أنك هي الكهف، هي فيها ظلال، سورة فيها ظلام، لأن أهل الكهف غيدخلوا لواحد المكان مظلم، ومن بعد الله تعالى غادي يخرجهم من النور وغادي يصحح بهم العقيدة ديال عدد كبير من الناس. فيها معنى بأنك يا أختي أسماء إلا كنتي كتعاني من مشاكل وهموم، الله تعالى كيقول لك ما تخافيش، راه الأبواب كلها مفتوحة، غتلقي ابتلاء لكن ما تخافيش، كاين نصيب غتاخذيه هنا في الدنيا، والنصيب الأوفر غادي يبقى في الدار الآخرة. لأن الكهف صورة أهل الكهف دوك الشباب اللي دخلوا الغار بغاو يحافظوا على العقيدة ديالهم. وكان ديقليديانوس، كان واحد السلطان جبار يسمى ديقليديانوس الملقب بإله السماء والسليل الأرباب، كان كيجبر الناس كلهم يعبدوه، وهؤلاء الشباب قالوا لا، العقيدة الصحيحة لله وحده لا شريك له. وطلق عليهم الجنود ديالو الشرطة وهربوا ومشاو لواحد الكهف، وبقاو تما قالوا غنعسوا نستراحوا من التعب، فالله تعالى غادي يعطيهم نوم عميق سيستمر 300 سنة وازدادوا 9، وبقاو في ذاك الكهف. وملي خرجوا في نهار واحد الله تعالى غادي يقيم بهم العقيدة، غادي يلقاو ذاك الملك اللي كان جبار متكبر ده الله تعالى، وغادي يلقاو ذيك الدولة انهارت، وجاو ملوك آخرين، واللحظة اللي هما فاقوا من النعاس لقاو ملك عادل اللي غادي تهلا فيهم وغادي يكرمهم. لكن الله تعالى مباشرة غير أقاموا الحقيقة ورجعوا إلى كهفهم وماتوا، وقالوا نبنوا عليهم بنيانا. القضية هو أنهم ناس فيهم ثبات العقيدة، أعطاهم الله أجر في الدنيا قليل لكن الأجر الأعظم في الدار الآخرة. فأختي أسماء فيها بشارة بأنك ما تخافيش، إلى عندك أي هم أو غم سوف يزول، والأجر الأوفر الأغنى غادي يدخل لك الله تعالى في الآخرة بإذن الله. يا ربي آمين يا ربي. نعم. أحد الحلم أحلم صاغتي يمكن لي نعاودهالك. إيه لالا. حلمت الوالد ديالي متوفي. نعم. وجا عندها الدار موجدة الطبلة هكا ديال القهوة، وحط نعم. السينية حدا، قالت له خوي كابا كويز الحليب. نعم. قال لها لا بلا ما تخوي لي الحليب، أنا راه عندي عنقي مريض خصني نصيب راني. جاتي من فوق. نعم. قالت جاتي أنا هبطت باش نشوف له عندها الراجل ديالها مريض، عنده الدوايا بزاف، قالت له نشوف كشي دور، تاني تفكرت لها عنده القلب، قالت له لا ما عطاكش الدواء زعما خليه، وضربت الفيق. الوالد ديالي متوفي. لا اله الا الله. عنق الوالد ما محتاجش للحليب، وعنقه مريض، معنى ان الوالد ديالك محتاج منكم الى مزيد من العلاقات الاجتماعيه فيما بينكم. عنقه مريض يعني الظروف العائليه في بين خوت بعضياتكم تزداد، خاصها تزداد تراحم. والوالده ديالي مريضه، سمح لي قطعت. الوالده ديالي مريضه، يلا دارت واحد العمليه على فمها عندها فيه السرطان. اها لا اله الا الله. ما قلنا يمكن عليها. هي راه الاموات يعلمون ولا يعملون، راه الوالد ديالك يشعر بان هناك معاناه، ربما الزوج ديالو مريضه وسرطان. اكيد نفسيته غتكون متدهوره للغايه. أيه. وهو يستشعر بها في قبره، فكيقول هو كيشعر بالمرض، فقول الام انها تصبر وتصابر، والاستشفاء بالصدقات، استشفاء بالصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات. حاول ما امكن الام ديالك تصدق على قدر ما تستطيع، اذا كان عندها المال، ما عندهاش تكثر من الذكر. والوالد ايضا نترحموا عليه. نترحموا عليه دكتور ديما، زعما كنترحموا عليه النهار اللي ما كانش نترحموا معاه عليه. نعم. كيكون شي ظروف. نعم. اللي كنحلموا كيقول علاش ما جيتوش. وفيها واحد المعنى هذه الرؤيه، بان الوالد ديالك راه عند كيكن كي واحد الموده كبيره للوالده ديالك. كيبغيها بزاف. كاين.
ولهذا هو كيتاثر في قبره كيقول لك انا ما محتاجش الحليب ما باغيش هو هو عنده خيره هو كيشعر بالالم داخليا العنق عاده كيرمز الى رب الاسره فهو كيدل على انك يبغي الام ديالك بزاف 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 وشعر بالالم ديال السرطان اللي كتعاني منه والله يرحمنا جميعا يا رب يا كريم. امين دكتور امين. وليدات في الدار كيرفعوا الصوت ديالهم راه كيجلبوا الملائكه وكيطردوا الشياطين اللي عنده شي وليدات في الدار يعطيهم الحريه ديال الحركه عندهم الحق في الشغب احنا الكبار عندنا الحق في التعبير والحق في التفكير والحق في العمل والحق في التمدروس والسكن الاطفال الصغار لهم الحق في الشغب خليه يلعب وخليه يعبر على ذاته وراه الصوت ديالهم اللي كيرتفع كيطرد الشياطين وكيجلب الملائكه لانه هو ملائكة طاهر. الله يبارك فيك. دعوا الازهار تتنفس ما تقمعوش الاطفال الصغار من اللي كيلعبوا نوجوهم بكلمه طيبه باش ما يدوش لي بيتيز ولكن خليه يلعب وخليه يتفتح. استاذ كنشكرك قلت لك حلمت جوج حلمات واحد الحلمه حلمتها شحال هذه ملي كنت صغيره ملي كانت عندي 14 عام اييه المهم كنت سميتو كنت كنقرا في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم كنت كنقرا السيره ديالو المهم فيه الاوصاف ديالو جميع الاوصاف ديالو سيره محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المهم تسمعت بان لي في المنام نعم بان ليا وجهه ما بانش ليا وجهه بان ليا ديك الفعيمه مغيضه نعم وواحد السلهان هكا واحد الجلابه نعم وبان ليا رجليه بان ليا مشى حدا التواليت ولكن ما دخلش التواليت نعم وقدام التواليت دك رجله اليسرى واللي من هي على سميتو درها في اللور نعم قال لي خاصك انت ديما تقولي هذه الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نعم هذا الشيء اللي قال لي صافي انا نعم قلت لي شنو هذا الشيء قال لي يقدر الايمان ديالك والخوف ديالك حيت ملي كنت كنقرا السيره تقدر بزاف معك نعم 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 والحلم الثاني اللي عندي حلمت به غير شي 20 يوم هذه نعم نهار الخميس قريب ملي كيفجر المهم كنت هازة القران كنقرا سورة الكهف الاوائل ديال سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده العوج على عبده هكا نعم المهم كانت واحد المرا حدايا وبقيت كنفسر ليها ديك المرا ما عرفتهاش قلت ليها راه هاد الاوائل تاع سورة الكهف ديما اللي كيقراها راه كيحفظ الله من ذاك الدجال نعم قلت لي انا عند عليا نقراها انا ما كيهمنيش انا قلت لي انا اللهم نقرا انا ما كيهمنيش الامل تاع الدنيا ما كيهمنيش نعم الامل تاع الدنيا اللي كيهمني هو بغيت غير الاخيره نعم هذا الشيء اللي عندي بزاف ديال الاحلام ولكن يا لا لا هذه رؤى طيبه ومباركه شحال العمر ديالك حاليا؟ عمر ديالي 31 سنه وكنت عندما عانيت من جميع الامراض درت الرقيه و... لا اله الا الله الرؤيه اللي شفتي في الاول هذه 14 سنه راه باينه بانك كنت غتصابي بهذا المس الشيطاني فانت شفتي الرؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام بعد اول بشاره من راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد راه حقا فان الشيطان لا يتمثل بي فهو ميمكنش ابليس يتسيف في صوره النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا والبشاره الثانيه من رآه في المنام بشارة له بأهل الجنة اللي شاف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم بشارة له بأنه من أهل الجنة لأن النبي الأكرم لا يضر لأهل النار أبدا وفيها بأن أنت فاش ملي تصابتي بالمس الشيطاني راه كان عندك الدواء وصفوا لك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن تقولي داك السنين كي درت ديك الوقيته اش غنقول لك راه تصبت عندنا بواحد المرض وكنت كاع مجنونه ما عرفتش باقا اش كندير. نعم. تطرى عليا داك الشيطان يلا الحمد لله ملي تجاوزت داك الشيء. الحمد لله. المهم بقى شي حد كيهضر فيا في راسي ما عرفت انا مالو كنت كنجيب واحد الفقيه ما عرفت انا كيدير لي الرقيه وفي الاخر بقى شي واحد كيهضر معايا قال لي راه انا ابو الولهان. قال لي انا ابو الولعان قال لي وقالها لي قال لي شتي ملي كنت صغيره راه بان لك هذاك ما بغاش يقول السميه ديالو نعم قال لي راه بان لك هذاك قال لي راه هذاك ماشي ما تحلمش تشوفيه راه انا اللي بنت لك نعم
ولكن بحال هذا كيخوفني. لا هذاك الشيطان يفزعك يفزعك. الرسول صلى الله عليه وسلم بمضايقات زعما في المنام زعما يعني بزاف من سميتو. نعم فهذيك الرؤيه اللي شفتي النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك قولي الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، هذاك هو العلاج اللي خصك ديري، لانك ممكن يبدو والله اعلم انك تصبتي عن التواليت ملي شتي الرسول صلى الله عليه وسلم غادي في المنام لابس العمامه البيضاء والجلابه وبالك رجليه حدا التواليت، بمعنى انك احتمال والله اعلم انك انت تصبتي احدى العتبه ديال الحمام عند التواليت. فدائما نكثر من هذا الدعاء لما ندخلوا المرحاض، نقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، خصوصا ان البنت بقى صغيره شابه 18 عام 19 عام قابله للمس. الرؤيه الثانيه نعم ربما الرؤيه الثانيه لاله ناديه كتشوفي بان قبل الفجر قريتي سوره الكهف ومرة كتفسريها لها، هذه فيها ايضا فيها علاج ان شاء الله تعالى كامل من الامراض اللي عندك، لان اهل سورة الكهف كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا قرأها العبد المؤمن ليلة الجمعة حفظه الله تعالى من المسيخ الدجال. قال لنا من قرأ، قال لهم اذا ظهر فيكم المسيخ الدجال وانا بين اظهركم فانا حجيجكم دونه، وإذا ظهر فيكم وأنا لست معكم فعليكم بسورة الكهف فإنها كتكون حامية من المسيح الدجال. قراءتك لهذه السورة ديال الكهف فيها بيان بأنك الحمد لله قد عولجتي علاج كامل من المسيح الدجال، وكل ما شعرتي بشي مرة شي قلق أو توتر في النفسية ذلك اقرأي سورة الكهف كل ليلة جمعة. وهذا خطاب كنوجهه لجميع الناس اللي عندهم المس أو اللي عندهم الوسوسة أو اللي عندهم الرهاب الاجتماعي القهري. أحسن طريقة من الطرق اللي هي شرعية للعلاج أننا نقرأ سورة الكهف كاملة ليلة الجمعة الخميس بالليل بحال اليوم، أو لا نقرأها الجمعة صباحا قبل الفجر أو بعد الفجر، المهم نقرأها قبل صلاة الجمعة قبل للصلاة الجامعة يوم الجمعة نقراوها. إذا قريناها أراها الشياطين اللي كيحوموا حولنا يخنسون بأمر الله تعالى، لأن هذه السورة إذا ظهر المسيح الدجال اللي غيظهر في آخر الزمان وغادي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عنده قدرات قاهرة، أنه يكون في أدنى الشرق ويتطلع على الخبر في أدنى الغرب، عنده قدرة على إنزال المطر من السماء، عنده قدرة على إحياء الموتى. وهذا المسيح الدجال أعرج وأعمى وفي عينه اليمنى مكتوب كفارة أنه كافر، غينزل الله تعالى فتنة للناس وغادي يختبر الإيمان ديالهم. فهذا باقي ما ظهرش ولكن كاينين الجنود ديالو في الخفاء معنا اليوم وكانوا قبل وغادي يبقاو هما اللي كيخلقوا لنا المس الشيطاني، كيخلقوا لنا الفزع في النوم. فلهذا الانسان الى قرا سوره الكهف كل ليله جمعه راه كينعس الجمعه كلها مرتاح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي حفظ سوره الكهف كل جمعه الله تعالى كيغفر ليه ما تقدم ما بين الجمعتين، جميع الخطايا اللي ارتكبتها ما بين الجمعتين غيبه نميمه سرقه ظلم اللي درته ربي عز وجل لك يغفر لي ما بين الجمعتين إذا قرأت سورة الكهف. لكن الفضل الثاني كيحميني الله تعالى من الوساوس ومن مكائد الشيطان ومن جميع الأرواح الخبيثة. والله يحفظنا وإياكم وحافظك الله لاله ناديه من وريكا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك بخير دكتور، احنا زعما كنستافدنا منك بزاف الحوايج الصراحه، وكنبغي ربي يوفقك في هذا الشيء وربي يخليك لوليداتك ان شاء الله. امين يا رب. الله يحفظك لاله سعاد. سمح لي راني متوتره بزاف عرفتي من نهار اللي تبدا هذا البرنامج وانا باغي نهضر معك صراحه، وربي اليوم يستجب لي الدعوات. مرحبا اختي سعاد. الله يجزيك بخير، بغيت نسفر لك واحد الحال ملكة موالي. اييه أنا عندي علاقة مع واحد السيد عندي مع ثلاث سنين وأنا دايرة معاه علاقة، وحلمت براسي أنني ولدت مع واحد البنية. نعم. زعما كاينو هازها زعما كاين مركبها قدامي زعما كاينو غادا وزعما كاين اللي كيتلاقى معايا كيلعب ليا بها زعما كاين. نعم.
زعما كنبقينا غاديين زعما اللي كيلقاني مرا ولا راجل ولا اي واحد كيلعب ليا بيا زعما كنبقينا غادا تلحقنا واحد الطريق ولقينا فاعل غير هو داك السيد اللي دار معاه علاقه. نعم. ما كنبقى هازه وكيلعب بيا وكيقول لي واش هادي بنتي، وانا كنشوف فيه ما كنهضر ما والو. نعم. كنشوف فيه صافي هو كيهضر وانا كنشوف فيه. نعم. وعندي واحد الحلم اخر على زادتي اللي خلا كان ممكن. اي مرحبا. أنا حلمت براسي زعما كان محني دايره الحنة في إيديا. نعم. زعما كانو وجالسة في الشميشة زعما كانو كان زعما كانو شاد إيديا وكنشوف بحال هكا، وزعما كانو جات عندي واحد البنت قالت لي علاش محنية يديك؟ قلت لها لا راه باغا محنية يديا وباغا عندك تخرج بعدك تقربي ليا، راه ما بغيتكش تخسري عليا. نعم. قالت لي صافي أنا غنطيح هاد البنت. قالت لي ونوضي حيدي من هنا. قلت لها لا راه بغيتها تكرم مع الشمس باش تشد فيا مزيان. نعم. نعم اختي. سعاد هذا السيد اللي معك علاقه واش هو معك بالزواج ولا؟ هو اللي كان كيقول لي زيد صبري وصبري معايا وربي كيقول لي صبري وربي غادي يحن عليك وصبري. نعم. دابا طرق الباب ديال الدار ديالكم جا عندكم عند الوالده تكلم على الاقل افتتاح مازال؟ لا باقي. هو يبدو بان هذا السيد رجل مزيان، لان لكنه فيه نيته صالحة لكنه يظهر بأنه متماطل. كون أنك حملتي معه ببنية في المنام، بما البنية هي حسنة هي خير، هي بأنك أنت عندك في قلبك تجاهه مودة كبيرة، وغادي في الطريق والناس كيلعبوا معها يعني فيك البراءة، أنت بين بريئة. حتى هو كيبدو ملي شافه لعب معها حتى هو يبدو أنه بريء، لكنه متماطل متماطل، ولذا خاصو يزعم يدق الباب ويمشي عند الوالده ولا عند الوالد ويقول له انا هاد السيده بغيتها، وان شاء الله غادي يكون كل خير. اما الرؤيه الثانيه شتي الحنه في يديك، هذه فيها بشاره بان قريبا باذن الله غتكوني عروسه، لان الحنه الا شفتها الفتاه في يديها بشاره بقرب زفافها. ولكن كاينه مشاكل، كاينه مشاكل. قلتي بغيتي تكرم مزيان مع الشمس، يعني داك التطويل وداك التسويف وداك المماطله غطول، مازال كتبان غطول، لانه غيكون نفسه غادي يشري الدار. فلهذا بين بان السيد راه ولد الناس. هذاك الشيء اللي كيقول لي السيد الله يحفظك، هذاك الشيء اللي كيقول لي اسمح لي. لا العفو العفو. هي مرحبا دكتور، الله يجازيك بخير، بغيت نعاود لك واحد المشكل على قبل الوالده. داك السيد قال لي داك السيد لا كان ممكن. هي مرحبا لالا. عندي واحد الوالده كتبغي لواحد السيد من العائله وباغيها، كتقول لي شوفي بنتي انا ما بغيت ربي يديني تنشوفك عروسه وتزوجي بهذاك السيد اللي باغا انايا. اييه. وهذاك السيد عائلته ما باغينيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيحرشوا بزاف وكيشوفوني كيحرشوا عليا وداك الشيء، والوالدة ديالتي ملي كنشوفها في هذيك الحالة كيبقى فيها الحال بزاف وكتبقى فيا بزاف صراحة. ما شاء الله. وأنا كندير هذاك الشيء بحال هكا، كتقول لي واش كيعيط لي كيسول فيك، كنقول لها ويا راه كيعيط لي وداك الشيء، كتبقى فيا ما كنبغيش نخسر لها خاطرة بزاف. نعم. الله يجزيك بخير. نعم. هي الام ديما كتبنى لبنتها واحد الوضع اسري يكون مستقر، فهي شافت داك السيد بات لي فيه صفات طيبه، ولكن انت القلب كيقولوا هو ما يريد، القلب ديالك انت مال هذا الشاب الاخر، وعندك تخوف من العائله ديالو ما بغاتكش هي، فحتى واحد فينا ما لقاها كيبغاها سوى الذي خلقها سبحانه وتعالى. انت اختي سعاد في هذه الحالة انت بحال عندك تردد بين الرغبة ديال الام ديالك اش بغات، وبين هذا الشاب اللي مواعدك وانت ما بغيتيش تضيعيه واخا هو متماطل قليلا. فانت في هذه الحالة اختي غديري واحد صلاتين، الصلاة الاولى صلاة الاستخارة، والصلاة الثانية صلاة الحاجة. الاستخارة ما هي؟ يا رب إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب. توضي وصلي ركعتين، قول يا رب اللي فيه الخير في هاد الجوج يسروا لي. إلا كان هاد السيد اللي بغت الأم ديالي كيبان لها بأنه مزيان ولكن عائلته ما باغانيش، تقدر تبدل العائلة بإذن الله. إلا كان فيهم الخير يسره لي وقدره لي وبارك لي فيه. إلا كان الخير في الشاب الآخر يسره لي وقدره لي، إلا ما كانش
اختار لي من عندك لانك انت شحال العمر ديك لا سعاد؟ عندي 23 سنة. انت باقا شابة صغيرة، ولكن البنت دائما عادي انك يوقع لها حيرة كيكون عندها شخص تريده بقلبها وشخص بعقلها، وكيكون صراع بين القلب والعقل، ولكن ما غيكون الا المكتب ديال الله تعالى. ربنا بغيتك يا دكتور تنتهي معايا، وراني فنقول لك راني حاسس بيني وبين الوالدة، والوالدة دابا هي بهذاك العصب وداك الشيء، وقالت لك انا تحقرنا وانا باغا غير انا زعما كنصارح زعما كنكون تقدم ليا وجا انا حيت كيحرشوني كيقول لي هذا امو قبيحه وداك الشيء. قلت لهم انا مستعده انني نهز امو فوق راسي واخا ما عرفت اشنو دير. فعلا ما كاينش شي واحد امو قبيحه، الام كتكون غير عندها الخوف على المصير ديال ولدها لا ما ينجحش، فإلى لقت بان العروسه ديالها فيها الموده وفيها الرحمه وراسها صغير راه هي غتعتبرها بحال بنتها. ما تخافيش من هذا الكلام، راه ما كاينش عجوزه قبيحه نهائيا إلى لقت الموده. نعم دابا كنتلاقاو معها في المجمع وداك الشيء انا متنس. نعم نعم لاله سعاد، ربما انقطع الخط للاسف. على كل حال اختي سعاد، انت مجال شابه صغيره كتباني بانك محتاره، اللي كيحتار يقصد رب العالمين، كيمشي لواحد اللحظه اللي يكون فيها ينقطع عن الوجود وينقطع عن كل الخلائق، وكيبقى مع ربه جل جلاله في جوف الليل، يتوضا يحسن الوضوء ويصلي صلاة مودع ويقول يا رب العالمين، يثني على الله خيرا، يا رحمن يا رحيم يا كريم يا جواد يا عظيم، إني عبدك الضعيف، أو تقول إني أمتك الضعيفة، اللهم اختر لي من عندك اللي فيها الخير من هذا أو ذاك، اختر لي ما تراه مناسبا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، ومن كان فيه شر اصرفه عني، يا حيوم يا حي يا قيوم، ونكثر من الدعاء، وربي سبحانه وتعالى حاشا وكلا يختار لك شي حاجه فيها السوء، بل يختار لك ما فيه الخير في الدنيا والدين والاخره. الله يوفقك لاله سعاد. يا رحنا كنبغيوك بزاف وكنقدروك. الله يرفع المقام ديالك ويزيد في امين الحس. اعزك الله لاله. رحنا عرفتي عزيز علينا بزاف بزاف، وغير ما سمعتكش راني قدر المرض ولا شي حاجه، عزيز عليا بزاف. الله يكبر بك اختي عزيزه، الله يجعل حياتك كلها افراح وخيرات وبركات. اللهم امين الحاج، بغيتك تدعي معايا، راني بنت وهذا مع اختي. اييه راني مرتبكه شويه، اسمح لي. مرحبا مرحبا لاله. الحاج سميتو حلمت واحد الرؤيه، سميتو في المقبره. اييه وكنقرا القران. نعم. ملي كنقرا سميتو سورة الكافرون. نعم. كيجاوبني ملك الموت كيقول لي لا هاد السورة حد فيها ما تقرايهاش. اييه. ملي كنقول قل هو الله احد. نعم. كيتبعوني الملائكة كلهم في السجن. الله الله. وملي سميتو ملي كنولي عاوتاني نذكر ديك السورة هذيك كيقول لي لا. ملي كنقول سورة الناس ولا الفالق ولا شي حاجة عاوتاني كيتبعوني كيقراو معايا. اييه. الحمد لله. نعم. وعاوتاني حاج غادي انا ولا لا سميتو في الخلا. نعم. وسميتو خضراء الدنيا وفيها الفلوس مشتا غير الف خضر. الحمد لله. وكنمشي انا كنلقط ديك الفلوس، ومنين جا سميتو جا هو ملك الموت عاوتاني عيط لي قال لي سميتو بقى كيعيط لي بسميتي قال لي واش ممكن بغيتي تموتي ولا تعيشي؟ الا بغيتي تموتي اجي للجنه، ولا بغيتي تعيشي انت جالسه. جيت انا يا درت في لاله قلت لها لا لا انا بغيت نموت نمشي للجنه خير لي. اييه. وليت جاوبته قلت له شوف انا بغيت نموت، قال لي لا اجي. نعم. قلت له واش ممكن نجيب معايا لاله؟ قال لي جيبيها الا بغات. نعم. بقيت كنقنعها قالت لي واخا. مشيت انا وياها وقفت في الباب ديال ديك هادي، جا هو قال لي شوفي صافي راه بلاصتك كاينه ولكن بلاتي تنعول عليك. نعم. والرؤية الثالثة عاوتاني كنحلم راسي طايرة دائما. الحمد لله. هي طيران في أجواء مريحة أو مخيفة؟ لا كان بحالي تابعني الوالد كيبغي يقبطني وأنا كنفلت ليه. نعم. بحالي باغي يضربني. نعم. لالا عزيز أنت باقي ما مزوجاش؟ لا مازال الحاج. أيه أول حاجة هاد الرؤى اللي قلتي الآن فيها واحد المعنى بأن عمرك طويل بإذن الله. غتكوني من المعمرات باذن الله والعلم عند الله.
الحمد لله الحاج. رؤية المقبرة في المنام إشارة إلى العمر الطويل وإشارة إلى أن الإنسان يحضر الموت في نفسه دائما، لأن من علامات الإيمان هو استحضار الموت، من علامات الإيمان. كونك تقرأ القرآن الكريم إشارة بأنك إيمانك حسن، لأن قراءة القرآن الكريم في حد ذاتها في المنام بشارة بقوة الإيمان. كتقرأ الكافرون هذه السورة فيها تبرئة من الكفار، أنت الحمد لله عايشة غير مع المؤمنين، فملك الموت كيقول لك بلا ما تقرأ الكافرون، لأن هذه كتقرأ على مجتمع فيه الكفار. احنا الحمد لله مجتمعنا كله موحدون كلهم مؤمنون، فقال لي قرأ يقول هو الله أحد وغتبعك الملائكة، بمعنى خلي دائما الدين ديالك مبني على التسامح، على المحبة، على التماس الأعذار للآخرين، ومن ما نقولوش الآخرين بأنهم ظالمين معتدين أو نكفرهم، خليك دائما مع لأن المجتمع ديالنا الحمد لله كل مجتمع متدين موحد رغم الخطايا والمعاصي، فكلهم مؤمنون. الحاج اسمح لي أعطيك صحيحتك، بغيت نقول لك واحد الحلم آخر حلمته. حلمت راسي واحد الأيام تخاصمت أنا والأخت ديالي، نعم، وقلت يا رب بغيت نشوف الرسول هاد الليلة. أيه. وهو وانا وقف عليا سميتو عمي سميتو احمد، نعم، وخوها ديال مرات عمي سميتو محمد، نعم، وهي سميتها سناء، نعم، وحلمتهم هكا مقصرين وهي حطت لينا العشاء كنتعشاو الشعريه بالحليب، نعم. والمهم بقيت هذه جات هي قالت لي شوف سيري للماريو ديالي وعندك يمشيوا لي الحوايج، جيت انا هزيت ديك الساروت وعطيته ليها، قلت لها هاكي باش ما يمشيو يخونوه لك ولا شي حاجه. نعم. والفقر ماتني. نعم. نكمل لك بعد الرؤيه، انت ولا لك اللي كنتوا غاديين في واحد الخلا والدنيا خضراء والفلوس خضرين، الف خضره كتدخلي وشفتي ملك الموت وقال لك عيط لك ديك الجنه وقلت لك بغيتي خصك تموتي اولا، تموتي ولا هذه فيها بشارة بأن الحياة ديالك في الدنيا قبل الأخيرة، في الدنيا إن شاء الله كينتظرك واحد الحياة سعيدة، لأن اللون الأخضر والمال اللي هو شكله أخضر حلال، المال الأخضر حلال، ألف ريال خضراء معنى غيوصلك المال كتير غادي يكون حلال، والحياة المقبلة إن شاء الله بالزواج وبالأولاد وبالأسرة غتكون كلها طيبة حلال، لكن بشرط قال لك واش بغيتي تحيي أو تموتي. ما معنى نموت في المنام؟ هو تقتلي نفسك، تقتلي نفسك معناها ما تخليش فيك ديك الأنا، ما تخليش فيك الغضب، ما تخليش فيك العناد، هذا هو نموت. يعني الإنسان التعبير ديال في الرؤى والأحلام الموت معنى في هذا السياق نقتل نفسي، ما نخليش فيها لا كبرياء ولا خيلاء ولا تمرد ولا عناد، نكون مسلم أمري إلى الله وربي غادي يفتح لك أبواب التيسير كلها. اللهم أمين الحاج. وكتحلمي بأنك طيران يعني وباك تابعك قريبا إن شاء الله تعالى تزفينا إلى زوج غادي يكون إن شاء الله زواج مبارك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.